المصري فين؟ واحد اثنين الجيش المصري فين؟ واحد اثنين الجيش المصري فين؟ دول كانوا في ليبيا في مدينة بنغاز مروحين من الشغل، الجيش حفتر خطفهم حطهم في كتيبة 14 اسمها الكتيبة اسمها كتيبة 204 دبابات كتيبة 204 دبابات يلا ما نعرفش عنهم اي حاجة لحد اول امس قالوا الجيش هو اللي خطفنا الجيش حفتر هم كلمونا امبارح يلا هم قالوا الجيش حفتر هو اللي خطفنا يلا احنا بس عايزين تجيبوا لنا حل والله العظيم مخطوفون وما ادلهم شهرين الوقت اولاد عمي لك الموجودين معاهم كانوا بيخلصوا شغل وبيخلصوا امورهم وكانوا جايين فالناس قعدت معاهم مضطره ان هم محبوسين عشان يقدروا يتابعوا اخبارهم. اتخطف عن طريق اللي هي كتيبه 204 دبابات التابعه للقائد خليفه حفتر الموجوده بمدينه بنغازي منطقه الفوايد. ما اتخطفوش هم احتجزوا تبع الجيش الليبي. محتجزين تبع الجيش الليبي. كانوا بيروحوا يجيبوا بضاعه، هيصفوا دكاكينه عشان هينزلوا. واخدين سواق كان بيخدم في القضائيه تبع الجيش. راحوا منطقه اسمها منطقه الليتي بيجيبوا منها البضاعه. وقع في كمين على ما اظن تبع انصار الشريعه. خدوا السواق ده منهم هم راجعين وقالوا للمصريين انتوا امشوا. بيروحوا الدكان بينزلوا البضاعه اخو السواق ده ماسك في الجيش الليبي تبع كتيبه 204 دبابات في الفويهات. راح واخد عمر اللي هو عمر فتحي اسمه عمر فتحي خليل 40 سنه اللي هو محتجز مع محمد. خدهم وقال انتوا قبال اخويا يظهر حاجه عن اخويا اطلعكم. طب إيه هم ناس تجار ما لهمش دعوه بالصراع السياسي اللي جاي ما بين الجيش الليبي وانصار الشريعه في ليبيا. هم محتجزين الوقت داخل كتيبه تتبع للجيش الليبي في 204 في بنغازي في منطقه اسمها الفويهات. خطفوا جم خطفوهم من المحل يعني. جم حجزوهم وبعد كده شفنا شوشهم سعد. كان معاهم واحد ليبي رايحين يجيبوا بضاعه. فاتمسك خدوها انصار الشريعه. بتوع الجيش خدوا محمد وعمر قبل العائله الليبي اللي تابع. قالوا لهم شهرين. نتحمل مسؤوليه للحكومه بتاعتنا دي تدير لنا حل. نطلب من الحكومه تدير لنا حل في الناس المخطوفه دي هم وجميع المصريين اللي هناك. زنبين الناس اللي اتخطفت دي واللي ماتت واللي اتعمل حرام ولا حاجه.